وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. إذا نرحب بك سعادة الوزيرة في نشرة الأخبار. هل أخبرتنا قبل ذلك بداية نبارك لكم ولمملكة البحرين هذا الإنجاز؟ إذا ما أهمية حصول كلية البحرين للمعلمين على هذه الاعتمادية الدولية؟ أسعد الله مساءكم بكل خير، وطبعا نبارك لأنفسنا ونبارك للوسط التعليمي في مملكة البحرين حصول كلية البحرين للمعلمين على الاعتماد الدولي من أرفع مؤسسات الاعتماد للممارسات الخاصة بإعداد المعلمين من الولايات المتحدة الأمريكية كيب. وفي الواقع هذا يأتي تجسيدا للدعم الذي تلقاه المسيرة التعليمية في مملكة البحرين من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. في الواقع كلية البحرين المعلمين بدأت عملية الإعداد للحصول على الاعتمادية الدولية من المجلس الأمريكي لاعتماد تدريب المعلمين منذ أكثر من 3 سنوات. وطبعا ما يهمنا في هذا الموضوع هو أن الإجراءات التي تمر فيها عملية الاعتماد تؤكد على مدى جودة الإجراءات المتبعة من قبل الكلية في تنفيذ مهامها. ففي الواقع التزمت الكلية بكل متطلبات الاعتماد من توفير البيانات، من الاجتماع مع مسؤولي المجلس للحصول على الاعتماد، من توفير كل الأجوبة والاستفسارات على الأسئلة التي طبعا طرحت من قبل أعضاء المجلس. هذا في الواقع يفتح الأفق أمام كلية البحرين للمعلمين لتكون واحدة من أرقى كليات إعداد المعلمين على مستوى العالم، وهي في الواقع أنجزت الكثير لمملكة البحرين من خلال ما تقدمه من برامج، سواء برامج أكاديمية لإعداد المعلمين أو برامج تدريبية لصقل مهارات المنتسبي الميدان التعليمي. ومن خلال هذه الاعتمادية الآن تصبح سمعة الكلية سمعة إقليمية ودولية، ويفتح ذلك الباب أمامها للشراكة مع مختلف المؤسسات الدولية في إعداد المعلمين. فالآن الكلية تمكنت من إبرام اتفاق مع جامعة بوستن وكلية التربية في جامعة بوستن، وهذا طبعا يؤكد على المكانة المرموقة التي تحظى بها كلية البحرين للمعلمين. وأيضا هناك شراكات مع جامعات دولية أخرى، والحصول على الاعتمادية الدولية سوف يزيد من مكانة كلية البحرين للمعلمين سواء محليا أو إقليميا أو دوليا باعتبارها مركزا للتميز في إعداد المعلمين على مستوى العالم. إذا سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك.